كيف تحول التشاؤم إلى تفاؤل؟ هذه قضية مهمة جدا اليوم أيها الأحبة، لأن عصرنا هذا أنا أطلقت عليه عصر الاكتئاب. حسب إحدى الدراسات العلمية في أمريكا فقط، الولايات المتحدة الأمريكية، من أصل 300 مليون هناك 30 مليون مصابون باكتئاب، أو يتلقون، يعني بمعنى أدق، يتلقون علاجات من ما يسمى بالاكتئاب، يعني 10%. والاكتئاب مرض يغزو العالم اليوم بسبب الضغط التكنولوجي، ضغط المعلومات، التلوث، كثرة المغريات، كثرة تهافت الناس على الدنيا، نسيان الآخرة. أصبحت الحرب على الإسلام في كل مكان، لا تكاد تجد من يذكرك بالله، لا تكاد تجد هذا الأمر. كل الوسائل من حولك تدعوك للهو والعبث. هذا يزيد من الاكتئاب. لماذا؟ لأن الإنسان بالنتيجة يصبح ضائعا. أنا اليوم أيها الأحبة سأعطيكم تقنيات بسيطة جدا أستخدمها أنا، يعني حقيقة، لنبدل التشاؤم إلى تفاؤل، يعني السلوك السلبي أو النظرة السلبية نبدلها إلى نظرة إيجابية. قبل أن نبدأ، هناك دراسة تحدثنا عنها ذات مرة، دراسة علمية وجدت أن الإنسان الذي لديه نظرة إيجابية متفائل، يعني يمتلك نظام مناعة أقوى. غريبة هذه الدراسة، تربط بين قوة نظام المناعة وبين التفاؤل، بين نظرة الإنسان الإيجابية للأمور، متفائل، فرح، لا يحمل هموم، بهذا المعنى يعني. طيب، ما علاقة نظام المناعة بالتفاؤل؟ أيها الأحبة، التشاؤم يدمر نظام المناعة. لماذا؟ لأن عملية التشاؤم تتطلب جهد يقوم به الجسم، وإلا إحساس التشاؤم ما هو؟ إحساس التشاؤم الذي تشعر به هو نتيجة عمليات معقدة تحدث في جسدك أنت لا تشعر بها، يشارك بها القلب والدورة الدموية والدماغ والجملة العصبية وأعداد كبيرة من الهرمونات وغير ذلك، كلها تتفاعل بطريقة معينة لتعطيك شعور التشاؤم. التفاؤل يريح هذه الأجهزة، هو السلوك العكسي للتشاؤم. فعندما يرتاح القلب والدورة الدموية ترتاح، الدماغ يرتاح، الجملة العصبية، الأجهزة التي تفرز الهرمونات تجدها مرتاحة، نظام المناعة يعمل بطريقة أقوى وأفضل، لأن نظام المناعة بالنتيجة مثل، أشبهه لكم، مثل جنود يقاتلون. الجند إذا كان مرهق ومتعب ويعني لا يستطيع أن يحارب، فعندما ترتاح أجهزة الجسد ترتاح هذه الخلايا المناعية وتصبح أقوى وتقوم بعملها بشكل أفضل. لذلك قبل أن تسألني كيف نبدل إحساس التشاؤم إلى تفاؤل، يجب أن تعلم التشاؤم كيف يدمر نظام المناعة، وتعلم كيف أن التفاؤل يقوي وينشط نظام المناعة ويجعله أكثر قدرة في مواجهة الوباء، خاصة نحن الآن في عصر كثرت فيه الأوبئة. فأقوى وأفضل طريقة هي أن تقوي نظام المناعة. طيب كيف أقوي نظام المناعة؟ أن تبدل النظرة من تشاؤمية إلى إيجابية تفاؤلية. كيف يحدث ذلك؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس تفاؤلا، الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تفاؤلا، لا يحزن ولا ييأس، كثير الصبر، الصبر على الأذى. أكثر إنسان عبر البشرية كلها صبر على أذى قومه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر إنسان عانى وتحمل وكان متفائلا جدا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعلم من هذا النبي. كان يعجبه الفأل الحسن، كان يكره التشاؤم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن التشاؤم يدمر الجسد في الدنيا ويدمر الإيمان أيضا. لماذا؟ سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فقد أول ابن وفقد الابن الثاني، ماذا فعل؟ قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا
من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا القرآن يحذرك ويقول لك احذر، اليأس هو كفر. المؤمن لا ييأس، لماذا؟ لأنك عندما تيأس من الله معنى ذلك أنك فقدت ثقتك بالله، وبما أنك فقدت هذه الثقة بالله إذن أنت غير مؤمن أصلا بإله قادر على أن يعطيك ما تحب. يعني أنا مثلا ضاق بي الرزق، أحسست بالتشاؤم وأحسست بالاكتئاب، ثم يتسرب اليأس إلى قلبي. طيب هذا اليأس عندما يتسرب، متى يتسرب؟ عندما أفقد إيماني بأن الله قادر على أن يرزقني. أما ما دمت أثق أن هناك إلها قريبا مني يراني ويسمعني ويستجيب دعائي، ولكن يؤخر هذا الدعاء لحكمة هو يعلمها، في هذه الحالة أنا أبقى في حالة تفاؤل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة هو من المحضرين. فالمؤمن يتفاءل أيها الأحبة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن أول شيء يجب أن تغير نظرتك من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. كيف نفعل ذلك؟ نقوي ثقتنا بالله. كيف نقوي ثقتنا بالله؟ نقرأ عن الله عز وجل في القرآن هذه الآيات ونفهمها. يعني أنا كيف حصلت على نظرة إيجابية من القرآن؟ من خلال قراءتي لهذه الآيات وتكراري وتعمقي في هذه الآيات، أنا حصلت على نظرة إيجابية متفائل، لأنني أؤمن أن الله موجود، أن الله قادر، أن الله هو الذي يسيرني، فأنا مستسلم بين يدي الله، متوكل على الله. التوكل الحقيقي على الله أيها الأحبة، التوكل الحقيقي أن تسلم كل شيء لله عز وجل. قل يا رب أنت تصرف واقضي ما شئت وكيف شئت وبما شئت، وأنا همي رضا الله سبحانه وتعالى، همي أن أرضي الله. هذا هو التوكل الحقيقي أيها الأحبة. أما أن تلجأ للدنيا ولفلان وفلان وتسأل فلان وفلان يخذلك وفلان يمنعك وتقول أنا أتبع الأسباب، هذا ليس توكل. التوكل الحقيقي على الله أن تثق بالله وتنتظر الأمور ستيسر لك بشكل أوتوماتيكي. أنت لا تفكر ماذا ستفعل، فكر كيف ترضي الله عز وجل، وفكر كيف يمكن أن تحل مشاكلك بعون الله يعني بالدعاء وبالتوكل. وبالتالي يعني أنا أعطيكم خلاصة لكي لا أطيل عليكم. باختصار، إذا أردت نظرة إيجابية للحياة، صحح نظرتك أولا لله عز وجل. الله يقول لك أنا عند ظن عبدي بي في الحديث القدسي. فيجب أن تظن أن الله قادر أن يفرحك، قادر أن يرزقك، قادر أن يحل مشاكلك، قادر على أن يعطيك أشياء لا تتصور، وقادر على أن يحفظك من الشر. طب إذا ضاق الرزق يجب أن تعتقد أن هناك حكمة الله أعلم بها. إذا زاد الأذى عليك اعلم أن الله يحبك لأنه يريد أن يدخلك الجنة بغير حساب، وما يلقاها إلا الصابرون. الجنة تحتاج إلى صبر. إذا مرضت وطال مرضك لا تقل لماذا مرضت، لماذا لا يشفيني الله، لا، قل هذا المرض أكرمني الله به لأنه يريد أن يرفعني درجات عالية عنده. وهكذا تتحول كل الكوارث والمشاكل التي كانت بنظرك كوارث ومشاكل تتحول لأشياء إيجابية. مثال أخير أختم به، المرض. الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، والله إذا كتب منزلة لإنسان عنده عالية لا يبلغها بعمل فيبتليه بما يحب، يبتليه بما يحب أو يبتليه بما يكره. أنت تكره المرض يبتليك الله بالمرض، تكره الظلم يبتليك الله بالظلم،
تكره الفقر يبتليك الله سبحانه وتعالى بنقص معين. فعندما تصبر يعينك الله على الصبر، يبلغك هذه المنزلة، يبتليك الله بما تكره حتى يبلغك المنزلة العالية عنده. إذن أنا الآن في حالة المرض، بدلا من أن أجلس وأتشائم وأكره الدنيا، أنا يجب أن أعتقد أن الله يحبني وكتب لي منزلة عالية عنده، وبانتظار أن أبلغ هذه المنزلة إذا صبرت، فهذا يعطيني قوة هائلة في الصبر ويجعلني متفائلا وفرحا، وحتى نظام المناعة لدي يصبح أنشط وأقوى وأكثر قدرة على معالجة المرض الذي أعاني منه. رأيتم أيها الأحبة كم هو مهم أن تكون متفائلا، نظرتك إيجابية للأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.